السلام عليكم. راح نتطرق إلى الأجزاء الأساسية من أي مقالة، ونشوف أنه كل مقالة أنه تتكون من 3 أجزاء رئيسية. مقالة اللي راح نكتبها تتكون من introduction body، وشنو الجزء الثالث؟ الجزء الثالث السمري، سمري أو يسمى بالconclusion الاستنتاج. هاي 3 أجزاء الأساسية بكل مقالة. راح تشوف أنه بها 3 أجزاء الأساسية، أنه المقدمة والمحتوى البادي وبعدين الاستنتاج. هسه راح ناخذ جزء جزء ونتطرق أنه شلون نكتب كل جزء. مثلا جزء الانترودكشن، انترودكشن شلون راح تبدي بيه؟ احنا هنا راح ناخذ بعض القوالب الجاهزه اللي تساعدك لكتابه هذن الباراجرافز. مثلا انترودكشن شلون راح تبدي؟ غالبا انه كل طالب يواجه مشكله شلون يبدي يعبر بدايه اي جمله، شلون يعني يكتبها. فهنا راح ناخذ بعض القوالب الجاهزه اللي تساعدك وتسهل عليك انه كتابه بدايه كل باراجراف. مثلا انترودكشن شلون تبديها، البادي والسمري، وبعدين يعني التكمله مال الانترودكشن تاخذها اكيد من شنو؟ تاخذها من الموضوع مال الرسم. يعني شنو مطلق موضوع انت تعبر عنه، طبعا مع حفاظ على الجرامر. نفس ما قلنا لازم الجرامر يكون صحيح بالكتابة مالتنا. مثلا هسه هنا نشوف بالفقرة الأولى اللي تخص الانترودكشن انه graph writing vocabulary index. هنا خذينا بالمحاضرة السابقة جزء من أدها، يعني شلون increased stabilized dropped slumped climbed تسلق مثلا. فهاي كلها تعابير لازم تعرفها حتى تقدر توصف كل فترة من فترات هذا الكيرف أو هذا الرسم. أوكي، فنجي للفقرة الثانية اللي هو vocabulary for the introduction part. نفس ما قلنا راح نتعرف بالبداية على introduction part. من هسه أقول لك introduction part إنه بيها الجملة الأولى، الجملة الأولى بعدين نقطة، بعدين شنو يجي وراها؟ الجملة الثانية. الجملة الأولى احنا نسميها general statement، الجملة الثانية اللي بعد ال general statement اللي هو general trend. general trend هذني لازم تبدي بيهن، وهن عبارة عن جملة واحدة فقط. اوكي، يعني مو شي طويل. general statement هاي الجملة الأولى مال introduction، وبعدها general trend. اوكي، فخلنا نشوف general statement شلون راح نبدي بيها. هنا معطيك table بمجموعة examples، تقدر تعتمد على أي example. مثلا the، تقدر تجيب بس the وبعدين تنتقل لل الخطوة اللي وراها، مثلا diagram table figure. أو يجي طالب ثاني يقول the given، طالب ثالث يقول the supplied، أو طالب رابع يقول the presented، وهكذا. فأنت حر هنا، أنت حر باختيار أي واحدة من هذني لأنه حتى تبدي بيها كتابة general statement. بعدين تبدي diagram table figure illustration graph chart flow chart. طبعا هاي شنو يحددك؟ يحددك بهذني لاستخدام اي واحدة من هذني، ليحددك انه شنو الفيجر المعطى، هل هو تيبل، هل هو شكل، هل هو باراجراف. هسه مثلا هنا باراجراف، باراجراف اللي هو الاعمدة، يعني هذا الرسم مثلا بهالشكل هذا نسميه باراجراف. فاذا مطيك تيبل ما تقدر تقول the given figure، خطأ، لأن هو تيبل، فلازم تقول شنو the given table. بعدين أكيد يجي ورا الفاعل شنو فعل، صح ولا لا؟ مثلا shows
presented, deflect, illustrate. فهاي أيضا أنت حر، استخدم أي واحد من عندهن ماكو مشكلة. مثلا shows, represents, تمثل، يعني أنا أشوف هي تقدر حرية. gives, provides، اختار لك واحدة من الأفعال وحتى تستفاد من عندها بكتابة الـ General Statement. بعدين description، هاي الديسكريبشن ايضا تعتمد على شنو معطى لك بالسؤال، مثلا difference, change, number of. فهاي تجيب معلومات انا اتصور من الشكل افضل، يعني مو شي ثابت انت تحفظ لك كلمة واحدة وخلاص يعني تعتمدها، لا بعكس انه الستارتنج لا تقدر تجيب لك كلمة واحدة. الفيربس نفس الشي، بس البرزنتيشن تايب والديسكريبشن لا، ها تتقيد شنو معطى لك بالسؤال. هاي بالنسبة لمن؟ للجنرال ستيتمنت. نجي للجنرال تريند اللي هي الجملة التي تأتي بعد الجنرال ستيتمنت. خلينا نشوف شنو راح شلون راح تبلش كتابتها. هنا طبعا معطيك كذا اكزامبل تقدر تقراهن تشوف يعني شلون بادي الجنرال ستيتمنت. General trait انه شوف انه كاتب لك in general, in common, general speaking, overall, it's obvious. هنا ايضا تقدر يعني تستخدم واحدة من عدهن لكتابة general trait ماكو مشكلة. As can be seen هاي ايضا تستخدم. As is presented فهاي انه كبداية كل general trend تستخدم هذا. مثلا كexamples in general comma لازم تخلي الكوما لا تنسى هنا. The employment opportunity has increased till 1970. طبعا هذا الكلام مين جابه؟ اكيد جابه من الشكل المعطى بالسؤال. As observed the figures for imprisonment in the five mentioned countries وكذا تكمل. هذا مين جاب الكلام؟ جابه من الشكل المعطى، بس هذا هاي انت اعتمدت على هاي الكلمة من هذين النماذج المعطاة لك، مثلا in general, as observed, general speaking. فاحنا هنا نأكد على هذين، لو احفظ لك واحدة حتى بالامتحان انت بأريحية بس تكتب بداية general trend وبعدين تاخذ المعلومات من الشكل المعطى لك بالسؤال. هاي بالنسبة لل الانترودكشن اللي قلنا تتكون من جنرال ستيتمنت وجنرال ترند. نجي هسه المن اكيد يا فقرات جوا البادي اللي هو المحتوى، محتوى المقاله اللي انت راح تكتبها. just after you finish writing your introduction اللي كانت متكونه نفس ما قلنا جنرال ستيتمنت وجنرال ترند او overview، you are expected to start a new paragraph. لازم تبدي فقرة جديدة، تنزل سطر يعني كأنما. to describe the main features يعني التفاصيل الأساسية. يعني أنا اللي أتوقع لما أصحح أي مقالة إنه لازم بدي بيها تفاصيل، بيها details على الشكل. بينما introduction لا، بيها نظرة عامة. واضح الفرق؟ يعني أنا هنا لما قلنا هنا اكو introduction، هاي الباراجراف مال introduction، يجي وراها تنزل سطر وين؟ للبادي. البادي اريد اشوف بالبادي details يعني ارقام، نسب 30% 40% او نص او ربع population، نسبة السكان، يعني تحكي لي تفاصيل. This second paragraph is called the body paragraph or report body. You can have a single body paragraph or up to three, not more than three in any case. يعني كأنما يقول لك البادي هنا، الفقرة مع البادي بيها ثلاثة، يعني هذا paragraph الأول، paragraph الثاني، paragraph الثالث. يعني بشرط انه لا يزيد عن شنو؟ عن 3 paragraphs، ثلاث فقرات. طبعا شنو اللي يحددك انه تكون فقره واحده او اثنين او ثلاثه؟ اكيد يحددك شنو الشكل المعطى. هل معطيك بالسؤال ثلاث اشكال
يعني تقدر تخلي كل باراجراف يحكي لك عن شكل، إذا ثلاثة مطيك شكل واحد يمكن تكتفي فقط بمن بباراجراف واحد لا أكثر ولا أقل، وتنتقل بعدها وين؟ نفس ما قلنا تنتقل للسمري، صح ولا لا؟ فهذني لازم تلتزم بيهن، إنه لا تتجاوز على 3 paragraphs للبادي. Depending on the number of the graph provided, there are certain phrases you can use to start your body paragraph. يعني نفس ما تعلمنا أكو قوالب جاهزة تبدي بيها كتابة أي body أو الباراجراف مال body. مثلا خلينا نشوف بعض الإكزامبلز هنا. As shown in the illustration, as can be seen in the table, in the bar graph, in the figure, as the diagram suggests, according to. يعني هواي اشوف هنا اكو امثلة عندك، كلها امثلة مثلا the table data clearly shows that. طبعا شوف هنا خلى اس الشخص الثالث، يعني الجرامر مهم، هنا شنو single subject، فلازم الفعل يكون بأس الشخص الثالث. The diagram reveals that the data suggests that the graph gives figure. فهاي كلها تقدر تعتمد على قالب معين لكتابة البادي باراجراف. هنا شوف مستمر هو. We can see that أيضا هاي دائما تستخدم لبداية أي مقالة paragraph. It's a voice من الواضح. بعد شنو عندنا؟ It's clear from the data. هاي هم أيضا سهلة ونقدر نستخدمها من الواضح من البيانات إنه وتكمل. فهاي بالنسبة للبادي. طبعا نفس ما أخذينا بالمحاضرة السابقة details تستلزم من عندك معرفة بعض مثلا بعض الاكسبريشنز مثلا increase decrease. هاي خذيناها انه نشوف من الشكل المعطى بعدين تعبر عنه increase decrease، وبعدين شنو ياخذ مثلا increase ياخذ مثلا بعض الافعال rise قفزة، او يجيب لك اسم rise growth climb. فهاي حسب تبدي كفعل جملة فعلية أو جملة اسمية. A gradual increase, gradual decrease وهكذا تكمل. ومطيك بعض الاكزامبلز اللي خذينا جزء منها، وتريد إذا تريد توسع الفكر مالتك باكزامبل جديدة كمل قراءة هاي الاكزامبلز هنا. وهنا مطيك الأشكال اللي خذيناها بالمحاضرة السابقة، يعني هنا هذا الشكل أكيد رابط increase، هذا gradual تدريجي، هنا steady، هنا increase مو رابط لأن زيادة ببطء gradual increase، هنا طبعا رابط change لأن تقلب، وهنا شنو طبعا change هم مطيك بعض الاكزامبلز عليه. نعم. والابروكسيميشن اللي خذيناها ايضا مطيك هنا more or less almost، وهنا الفراكشنز 4% tiny fraction 24% almost quarter 25%. ها قلنا التعابير اللي تحول الأرقام إلى كلمات 25% exactly quarter 26% roughly one quarter وتكمل. شوف هنا هاي قلنا لازم تعرف هاي شلون تحول الأرقام إلى كلمات حتى تكون عندك كلمات اللي تقدر تستخدمهن لكتابة المقالة. البروبورشنز النسبة a tiny portion an insignificant minority a small minority a large proportion. فلازم تعرف انه كل هاي تعابير لأي نسبة تستخدم. طبعا هي نفس ما قلنا النسبة مثلا 89% a very large proportion، بس بنفس الوقت إذا شفت مثلا 92% نفس الشيء هم أقدر أعبر عنه شنو very large proportion. بالبادي الأخير اللي قلنا عليه المهم السمري،
السمري تقدر تبديه، وهاي حكينا عنها بالمحاضرة السابقة إذا ترجع عليها. ان سمري وتخلي كوما وتكمل تعطي فقط كلام عام. شلون انترودكشن كلام عام، السمري ايضا يكون كلام عام. يعني ما اريد اشوف 30% 40%، لا، السمري معناه ملخص. اريد لما اقرا السمري اقول صدق هذا الطالب انه فاهم انه السمري بملخص عام وليس ديتيلز. اوكي، فتكتب لك هنا أنا بعد الان سمري او اوفر اول، هنا اوفر اول اكو كلمات ثانيه تقدر ترجع عليها من المحاضره السابقه. بعدين تجيب لك مثلا جمله جملتين توصف لك بشكل عام او تلخص لك شنو الفيجرز المعطى لك بالسؤال، وبعدين تنهي الاجابه مالتك. اوكي.